بدا وقفه. بتعرفوا في وقفه اساسيه اللي طالع دائما من بيروت وطالع صوب البقاع، هون خلص بيوقف الطريق، بتوقفه، قلبه بشده، احساسه بياخده ياكل ساندويتش لبني. ونحن بنكفي مشوارنا صوب بعلبك، بس بدا لبنه وخضره، حلوم مع خضره ووحده بالاخر قريشه وعسل. بدا قريشه وعسل. بعدك عم تاكل؟ بعدك اسرع 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 اسرع. في ترويقة تانية بمعلبك. هاي القريشة، القريشة قصة كبيرة، قريشة قصة كبيرة مع شوية عسل سويت اند سيفوري. هاي طعمة، هاي طعمة بهاي المنطقة، هيدا غير طعمة، ما بعرف ليش. شو لفك؟ هلا على البرد ما ننسى كل شيء طيب. هو والبرد؟ هيك أصحاب. في حدا انكسر علينا، في حدا انكسر علينا، مش عم خلينا نكفي المشوار. منصف نشوف شو بده. سامي سامي شو صار؟ خي 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 حسين، خي 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 من القلب. فكر الدنيا سايبه. نحن على الهرمل بس معقول ما نقطع عند حسين؟ امبوسيبل. هي في حاجه بتاعت عجوزتي؟ ابدا عجوزتي. لك الضعف، لك السبار وكذا. تعرفت عليه من 7-8 سنين ما بعرف، اول حلقه بعلبك رجعوا تحضرون كلهم سوا. هيدا الزلمه اكثر منه بحب مدينته ما في، وصار في محبه وغرام. يسعد لي الصباح، يسعد لي الصباح. هلا ويك والله مشتاق لك. يسعد لي اشتقت لي. وانا كمان كيشك بصحتك، وانا اشتقت لك قد الدنيا والله حبيبي. اشتقت لك وانا اشتقت لك قد الدنيا ومتابعتك يا حبيبي، ويرد لنا عنك ويخليك بهالهمه. ما في مني حبيبي. يسعد لي صباحك. ام حسين يسعد لي صباحك. بطلي من بعلبك. يسعد لي صباحكم. سفسوف. هلا بنحكي عن السفسوف، مش صفسوف، سفسوف. عن القورمه اللي هون بيعملوها شقف مش مفرومه. هادي لبد هودا كشك مقلى، وكشك مقلى وبيت طازة بلدي، وبيت طازة، وطاولة المكدوس واللبنة والخضرة كلها رينجة. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا يا حبايب قلبي. قصتنا بلشت من كتير زمان، كنت على MTV عم حط حلقة مشوار أيام زمان زمان، أول ما بلشنا ب 2015، وبدق التليفون، بيقول أنا اسمي حسين وأنا من بعلبك. قلت له فينا أطلع صور بعلبك؟ قال لي فيك تطلع على بعلبك وفرجيك إنه بعلبك آمنة، فيك تطلع على بعلبك ونفرجي بعلبك للعالم، وحاج خيفانين تطلعوا لهون. بلشت بحلقة، خلصت بعشرة، رجعنا عملنا تورات سياحية على بعلبك، بعلبك مفتوحة، بعلبك لكل الناس، بعلبك الاستقبال الكرم. بعدنا اليوم بقول أكتر ويمكن أكتر ناس كرمة بلبنان، خلينا نقولها مثل ما هي، من بعلبك، بعلبك المحبة. وصرت أنا وحسين من أعز الأصدقاء. هالزلمة رائع رائع، بحب وطنه قد الدنيا، بحب بعلبك قد العالم، بده إياها لكل الناس، بده يستقبل فيها وبيعطي من قلبه. بدي أقوله قالوا حسين كله بيهتم بيعطي من قلبه. صرت أصحاب مع العائلة، وصرت بيجي لهون بالماما بسميها، بتعمل أكل بتعمل أكل بتعمل قاعدة. نحن الحين اليوم على الهرمل ومكفيين بعد ساعة من هون، بس وقفة بعلبك أساسية. تعرفكم على حسين، ترويقة صغيرة مع حسين، أم حسين والعائلة قبل ما نكفي، وخلي إلي ومارك يعيشوا هالأجواء الحلوة كتير بهالمدينة اللي بتاخد العقل. إلى حلقة تانية وحدة بمشوار بالوادي، بعدين بالحلقات اللي جاية بعدين، لأنه بعلبك ما بينقطع قطع الطريق، بعلبك بدها نهار ونهارين. لبن غنم، لبن غنم، غنم غير غنم. ايه غنم غير غنم. ايه مظبوط. كأنك واو، كأنك حطيت معلقة لبنة بدمك، مي ابدا ما فيه، بالاخر بتطلب الحموضة. ايش بتشد على كل لسان، على كل الخدود، كل المسلز، كل العضلات بتشد. او ماي جود. اشطة فعلا اشطة. غنم هيدا مش غنم. الله. انا بقدر اقعد احكي ساعات عن الطاولة، بقدر احكي ساعات عن الطاولة، بدها لوحدة حلقة. فيني اخبركم على البيض بقورمة. القورمة اللي بيجي ثلاث اشكال. القورمة بعلبك بيجي شقف كبيرة، في منه لحم مفرومة، في منه مخزق، القورمة حسب الضيع. فيني اخبركم على المكدوس، المكدوس حبة صغيرة حبة كبيرة، مع حر بلا حر، مع جوز بلا جوز، مع توم بلا توم وغيره. فيني اخبركم ولازم اخبركم عن السفسوف.
سفسوف منلاقيها بكتير قليل بتضيع بلبنان، اللي هي برغل مع قوارمة مع بصل كبار، نحن هون بلا بصل بتاكلوها شو مع هول الملفوف اللي مطبوخ نص طبخة، نكزة بيقرش، نكزة طري شوي سخن، يلي هي كمان في ناس بتسميها او بتشبه التبول الكذابة او تبول المسقعة. في عم نحكي عن السخنة، سوري، عم نحكي عن الكشك. الكشك مع شوية قوارمة مقلب الاول وبقلبه في هالشقف القوارمة الكبار، اللحمة اللي مستفيد من اللية تبعهم، عنا اللبنة، عنا الجبنة، عنا اللبن، عنا الخضرة الطازة، عنا اللبنة المكعزة للمعزة، عنا اللبن الغنم، واهم شيء بالاخر الشنكليش. الشنكليش اللي بياخد ساعات من الشغل، بينعمل مع حر، بينقع بالزيت، بينحط برات البراد او بقلب البراد لحديد ما يعفن شوي من برا، بتغسله العفوني وبتاكله شيء حامض رائع. الاوروبي بيستحلوه، بعتقد الروكفور بيغار منه. وهيدا هي ترويقتنا، تفضل. صحتين يا شباب. بكل البرم شو ما حكينا عن الني، ما حكينا عن اللحمه، ما حكينا عن الكفته، عن القصبه. اغنى من هيك ترويقه بالدنيا وين؟ بنحكي عن الاكل اللبناني وي تيك ات فور جرانتد، نحن بنطلع انه اكل لبناني، ما احنا لبنانيه. لك نحن عنا اهم ترويقه بالعالم، بتبلش من اللحمه، بتخلص بالديري، يوغرت، لبنه، باللبن، باللحمه، شو بدكم؟ خضره، زعتر، نقيش. بعتقد هيدي الطاوله هي طاوله البركه، طاولة لبنان. مكدوس، حر، جوز، زيت، زيتون، أصلي. مكدوسات مطبخين مظبوط. باتنجان سوبر ترايو جوا. تقرقش، تكسير. وحر بالآخر. بص. سفسوف. هيك. هيك. بدها شقفة لحمة لمارك تا ينبسط. تفضل. فيها لحمة؟ نعطيها لإيدي؟ حسين، أنا عم باكل كشكات، هيدي شو؟ شمندور. شو يعني شمندور؟ شمندور أول ما بتحلو بالغنمة بيستعملوها هذا الصمغ تبعها بيصير شمندور. بيتاكل مع عسل مع سكر، كثير طيب. كشكات الولدة روعة. صح وغنى. كشك كشك يعني مش مي، كشك. الدسم التكستشر بتعقد واللحمه تبعها طريه. قصه 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 قصه، في قصه على هالطاوله. كنت مفكر اني خلصت، واذ بتجي لبنه الامبريس، يعني اللبنه بالجره يلي بتاخد اكثر من 50 يوم تشتغل. هاللبنه بتصير تقعد يظهر مي لفوق، المي بيشيلوها بيرجعوا بكفوا، بحطوا لها حنفيه من تحت. لبنه الامبريس قصه كتير كتير كبيره، حموضه حموضة حدية بشكل مش معقول. ما بتشبه اللبنة، ما بتشبه الشبنة، جبنة، شي بالنص روعة. على هالطاولة بينحكى قصص، على هالطاولة بينحكى اخبار، على هالطاولة بركة. غنم بس، ما في بقر هون، معزة هون 100%، اللبنة المكعزة الطرية اللي مخمرة وقاعدة بالزيت الزيتون اكتر من 6 شهور. على هالطاولة بينحكى قصص كتير، تاريخ لبنان. قلب الله يا ويلي طلوا وجوههم هل علينا بشاشي، وبالله نظفوا لجروح قلبي، قلبي شاشي. قلوا الأنت في كل ما بتطلع بالإعلان بشاشي، بتجيب لنا كل أخبار العرب. اللحمة إلك؟ أكيد. والجبنة إلي؟ وأنا شو طلعت بلوشة؟ أنت بلوشة. نحن وين حسين؟ نحن هلأ عند المعلم حسن الزنايط. إيه؟ باللبوة. حتى تكفي من بعلبك على الهرمل بدك ترتاح. أكيد. وأنا بنعرفك عارفين أنه طعمك من منقوشة طيبة. ريحة حلوة، منقوشته كبيرة، مشروحة، محمصة منيح، عجينته حلوة.
نص إلك نص إلي ويلا عليهم. طيبة صحة وهذا. طيبة طيبة يعني عجينته طيبة كتير. حل؟ رائع العجينة رقيقة المكونات عظيمة بتاكل مكونات وشوية عجين نكزة تحميصة من برا طرية ومخمرة مزبوط بطل الصبي صحة وهذا. أهلا وسهلا طعم مارك معنا حرام. وصلنا على الهرمل منظر رائع منشوف فيه كل البقاع شمالي 26 متر اخذ كتير وقت يتعمر ومعمول من الرخام الاسود. نحن وين؟ نحن بأموع الهرمل. قبل ما نحكي عن الأموع بدنا نحكي عن اصل الاسم. عندنا اكثر من مصدر. اول مصدر الاسم بيرجع للحضارة الفينيقية هرم آل او هرم إيل يلي هو الاله الاساسي عند الفينيقيين، وفي ناس بترد الاسم للغة العربية لفعل هرمة يعني ختيار نظرا لإذا بدك قدم المنطقة بالتاريخ. هلأ مارك في بعد اسم ثالث معك وفي كمان يعني اسم رابع يعني تفسير رابع إذا بدنا مارك كتير حبيته للرابع. بلش بالثالث. الثالث هو بيقولوا أنه في أمير اسمه هيرميليوس كان هو أمير روماني وكان أحب كتير الصيد ويمكن برحلة صيد هو مات ومشان هيك بنشوف نقوشات أوقات هون في غزلان تيرجعوا أكيد يتذكروا هالأمير. بس في اسم كتير قليل بيحكوا عنه قليل كتير من الناس يلي هو بيشب بسبب نبتة. هون نحن تقريبا بشبه الصحراء اللبنانية الوحيدة في نبتة بتطلع بالمنطقة اسمها باللاتيني بيغانوم هرمالا بالعربي اسمها الحرمل ويمكن اسم المنطقة بدل كمان انه هيدي المنطقة يلي الحرمل بيطلع فيها. حلو. يا جماعة يا جماعة يا جماعة نظريات 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 وكل واحد نظر نظرية ولا اهين من هيك. كانوا الرومان يطلعوا من جبال صوب فقرة افقة ويلفوا تيوصلوا لهون يوصلوا لهون وبقعدوا بعلبك بعيد وبدهم يشوفوا وين هيدي منا الا منارة منارة كتير كبيرة عليها هرم وكانوا يولعوا نار وكانوا يضووا من هون يضووا مثلا ضو معين تيقولوا جاي حدا نحن بنعرفه يضووا ضو معين تيقولوا انتبهوا جايين الجيوش. وكانت هون منطقة أعلى نقطة طلع أعلى نقطة بتقدر تشوف فيها أربع زوايا إن كان الهرمل نحن مبينة من هون إن كان بعلبك من تاني ميل إن كان كل المي. وهون كانوا يقولوا لها بالرومان من زمان هون كان كل القمح كانت هون أرائيت روما كلها سوا وكل الأكل والطليان والرومان أكلوا من هون. ما بحق لي انا كمان نظر بلا انت بلا. شايف بقى الدنيا انا عندكم اكثر منهم انت شايف الدنيا كلها طاب روما واكل واكل وبتنسى البدايه حد الاكلات هاي جيدك فاضي إليه. وصلنا على الهرمل وصلنا على نهر العاصي على صوت المي على عظمة هالنهر هنحكي عنه بعد شوي. بس وصلنا على كنيسة بالجبل دير مرمرون. في كتير نظريات كمان هل هو عايش هون كان هون بس اخذ اسمه. نحن وين؟ نحن بدير عمره أكثر من 1500 سنة بيحمل اسم القديس مارون لأنه تلميذ هالقديس أو الرهبان اللي تأثروا بهالقديس قطعوا تيبشروا بجبل لبنان. عم نحكي عن جبل لبنان التاريخي. فكان الممر الطبيعي هو المياه نهر العاصي نبع الزرقاء بدون يقطعوا حكما من هون. فكان هالدير محطة أساسية لانطلاقتهم للتبشير. قطع بمراحل كتير صعبة هو دير تاريخي وفينا نقول عنه أول دير ماروني
بلبنان او بجبل لبنان، تعرض للكثير من المحطات الصعبه، بس المهم انه نحن شدنا على اعاده الحياه لهالدير سنه 2018 مع الرهبنه اللبنانيه المارونيه، ورح نعرف اكثر بس نفوت. هنا نقوا بقلب الوادي مش عالتلي، حد المي اكيد، وبيقولوا كانوا يجيبوا مي من تحت او كان في يمكن وصلوا المي على قلب الدير. اول وقفه مارونيه بلبنان نكتشفها هلا. يلا كثير جرح، تحس رح لفه هيك، فعم نحتال عليه تنفهم عليه. زبطت زبطت، أنا كنت عم تلته وعم بيربعه، فقاله طريقة غير كل جراس، بدك تهدي مرة اثنين هون، مرتين هون، مرتين هون، مرتين هون.